لحظة لحظة نعم يا أخي، معكم برنامج في حق المرأة، كلمة في حق المرأة. كلمة في حق المرأة هذا يطلعونه في التلفزيون. المرأة ما يحتاج هذا الكلام يعني. المرأة وردة، المرأة أمي وأمك، المرأة زهرة في حالة الجنة تحت المرأة. يعني لا استغرب من الناس إلا يعني يطلعوا برا برا البيت يضحكون يسكرتون، من يرجع البيت هنا يهاوش المرأة. كيف تهاوش المرأة؟ المفروض تعطيها وردة، ها تكلمها كلام حلو، مو تهاوشها هذه مي عبدة. وهذا أنا زوجتي خد هذا مصلح صديقي ونفسي. أنا أجي لا تطردها وتطردها من البيت. من اكتب؟ اي اكتب غير النساء، اكتب مو مرأة، اكتب عذبت لي طلعت لي يجروا يا أخي. هذه اكتب غير النساء، النساء حنونات ها عاطفيات، هذه اكتب يا والله.